السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالخير، أسعدكم الصحة والعافية. خدمني هالقاعدة اللي صدقني بتغير تاريخك وحياتك. عند الحياة لازم تكون عندك في حياتك ثقافة اسمها ثقافة الأنا. ثقافة الأنا تنقسم إلى جزئين، يعني الجزء الأول لازم يكون عندك اقتناع كان في عقلك الباطن أن أنت إنسان لك حضورك، لك واقعك، لك مستقبلك، لك ماضيك، لك حاضرك، لك بصمتك، لك إنجازاتك. لازم تحط في بالك ان انت انسان ممكن تغير التاريخ لو تبغى. بتقولي افورته، بقول لك لا، انت اذا طلعت الاول في اي مجال وين ما كان بينكتب في التاريخ، انا في الدوله الفلانيه في السنه الفلانيه في التاريخ الفلاني طلع فلان الاول في المجال الفلاني، وبالتالي انت غيرت التاريخ. اذا كان عندك براءه اختراع انت غير تاريخ الكوكب بالكامل، خليك من الدوله. فهاي ثقافه الان، ان انت لازم تكون اقتناع تام، عندك اقتناع تام ان انت شيء او انت شخص مهم. لا تخلي نفسك هامش على الاخر مع الاخرين. لكن الجزء الثاني موضوع الانا ينتهي عندك وعن حدود نفسك. لا تجي عند الناس تقول لهم انا سويت، انا فعلت، انا وصلت، لان مجرد ما تقول هذا الكلام وهذه الكلمات بالاحرى تكون قد سقطت وسقطت افعالك معك. اما اللي يقول والله انا فلان الفلاني ولا انا ولد فلان، مجرد كلام، هذا ما ورد عليهم. بكل اختصار خلي عندك ثقافه الانا، صدقني بتوصلك الى مجالات ما كنت تتخيلها. ولكن في نفس الوقت كلمه انا على نفسك، لنفسك، بنفسك، بين نفسك ونفسك. الآخرين ما لهم دخل في الموضوع. تحياتي.